فاغنر находится в своих лагерях. فاغنر وبريغوجين ليس في بيلاروسيا حسب الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بعد أسبوعين على تمرد المجموعة. رد موسكو لم يتأخر. الكريملين أعلن أنه لا يتابع تحركات بريغوجين رافضاً الحديث أكثر عن الموضوع. لوكاشينكو أكد أن بريغوجين عاد إلى مدينة سان بيترسبورغ الروسية المقر الرئيسي لمجموعة فاغنر. بحسب صحيفة الغارديان البريطانية، طارت طائرة بريغوجين بين بيلاروسيا وموسكو وسان بيترسبورغ عدة مرات، أمر أثار التكهنات حول مكان وجوده. التلفزيون الروسي بث لقطات خلال حملة لجهاز الأمن الفيدرالي على عقارات بريغوجين الخاصة في سان بيترسبورغ بعد الاقتحام، قال إنه عثر على أسلحة وسبائك ذهبية. خبراء أكدوا أن مستقبل مجموعة فاغنر لا يزال غامضا حتى الآن رغم الإعلان عن عودة بريغوجين إلى روسيا. إحدى الفرضيات تقول إنه جرى ممارسة الكثير من الضغوط على بريغوجين من خلال احتجاز أسرته وأسر أفراد آخرين من مجموعته كرهائن دون التحقق منها. المخاوف تضاعفت من تكرار أزمة التمرد إذا فشل بوتين في تغيير أي شيء، وبالتالي فمن المتوقع أن تصدر بعض القرارات فيما يخص الشركات الأمنية أو العسكرية خاصة فاغنر. في أثناء ذلك يستمر عمل المجموعة في بلدان مختلفة خاصة في أفريقيا الوسطى ومالي وسوريا، في وقت سعى الكريملين لأن يكون هذا العمل تحت قيادة جديدة تنفذ ما تؤمر به من داخل أسوار السلطة في موسكو. بلال البجديني، العربية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.